خبر استهداف الحوثيين لمكة بصاروخ، هذا لا يحتاج إلى تعليق، فقد علق عليه كبار العلماء كالشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم الكبار. وهذه محاولة تعيسة يائسة بائسة تقودها إيران، وإيران لم تحظى في يوم من الأيام إلا بالهزائم وإلا بالخذلان، لأنه من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأولياء بحق فهو مخذول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا النص الناس الليلة ينزلوه على أولياء مزعومين ويخوفوك بأولياء مزعومين وليسوا بأولياء، فكيف بمن حارب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من طعن في أمهات المؤمنين وسب عائشة رضي الله عنها وسب أمهات المؤمنين وسب غيرهم وغيرهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من اعتقد تحريف المصحف، ناس يعتقدوا أن القرآن محرف كتاب الله سبحانه وتعالى، ويوال اليهود ويوال النصارى، بل الآن يتجرأ يرسل صاروخ لضرب مكة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قال ويصدون إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإنسان يريد فقط إرادة، لاحظ سنة ربنا ما قال من يفعل، من يريد فقط إرادة الفساد في الحرم ربنا قال نذقه من عذاب أليم. فدين نقول لهم أول حاجة ابشروا بالعذاب الأليم وبحرب من الله ورسوله، ابشروا بالحرب، ناس يزعزع أمن الحجيج في بيت الله الحرام ودارين يتوفقوا، يعني توفق في شنو يا أخي؟ ترمي مكة، مكة يا أخي البلد المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأي بلد هذا؟ قال: أليست البلدة؟ قال: نعم. قال: وأي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ قالوا: نعم. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ده بلد حرام، ده البلد الحرام، لا ينفر صيده. يا أخي الصيد، الصيد الحلال في غير مكة، أنت في مكة في الحرم لا يجوز لك أن تنفر صيد الحرم، فكيف بمن جاء ليضرب المسلمين الذين جاءوا حجيجا لبيت الله تبارك وتعالى الحرام؟ فهؤلاء فليأذنوا بحرب من الله تبارك وتعالى. والزول اللي بيحارب الله ربنا سبحانه وتعالى كفيل به، مهما نحن قلنا بنحمي وبنحرس ربنا سبحانه وتعالى كفيل بحماية بيته. ألم يأتهم نبأ أصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ديلك عندهم قوة وعتاد وجايين بفيلة عشان يهدموا البيت. أبو طالب ما قال لهم ديل لو جايين لبهايمي أنا بحمي حقي وبهايمي، قال: وللبيت رب يحميه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرة بس، شوف ربنا يحاربك ويأذيك بأقل جنوده، جايين بفيل يرسل له طيرة. بالله شوف القوة دي كيف، فيل يرسل له طيرة. فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، والطيرة دي ما بتحاربهم من مدفع،
شلاله حجر صغير، بس حجر صغير ليثيل. يا اخي انت ما تحارب الله، تحارب الله كيف يا اخي؟ قال ترميهم بحجاره، بس حجر صغير من سجيل، فجعلهم كعصف زي الشجره لما تكون ماكوله، الثمار الشجره تكون ماكوله ومبشتره ومقلبه، فجعلهم كعصف معكوم. ما بتحارب الله يا اخي، لكن قل لهم في النهايه حطوقوا المرائض، وربنا سبحانه وتعالى وفق جنود المملكه الحامين البيت الحرام، وما شاء الله يعني ناس بذلوا، يعني ناس ربنا وفقهم باذين جهدهم وباذين مالهم وكذا، حراسه البيت وحمايه البيت وصيانته والحجيج اللي بيجوا واكرام وضيافتهم والاحسان لهم. اخوانا ده عمل كبير، ده عمل ما سهل، والناس والله يحتاجوا للدعاء. يعني القضيه الان هي ما قضيه متاجرات سياسيه ولا قضيه مصالح، انت النازل يحتاجوا الى دعاء منك، انت تدعو لهم بالخير وتدعو لهم بالصلاح. ناس يا اخي انت بتمشي من هنا، الحاجل من السودان والحاجل من امريكا والحاجل يمشي امن ويحج في البيت ويكرموه، والاكل والعلاج والعنايه، انت تحج امن مستقر. فدين نحتاج الى الدعاء يا اخواننا، ربنا وفقهم. صاروخ ديل قام بيجاي، صاروخ ديل قام بهنا، بدا عليكم تفوق طقه ورمى، شغل تغنيه تمام، توحيد وتغنيه واكل وامان وكله. ربنا اداهم، دعا لهم ابراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ربنا قال له ومن كفر، كافر ذاته هناك تاكل وتستمتع وامان وحياه طيبه وحياه رغده، وسط في ناس عايشين كفر وجوع، كفر وجعانين. يعني والله الحمد لله على كل حال، من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.